رح نبني فايل جديد، ناخذ فايل جديد اي نيو، بعدين رح نفتح هلا اللايبرري براوزر اللي هي سيم باور سيستمز. اذا بتروح على اللايبرري براوزر تنزل هون، هي سيم باور سيستمز. اول شيء خلينا نحط الباور جي يو اي ونخليه كونتينيوس، خليه هون. هلا بدنا سكوير ويف صوت، بدنا ناخذ سكوير ويف، والسكوير ويف هاي بدنا نحللها بحيث اننا ناخذ نشوف الهارمونكس اللي موجوده فيها. فراح خليني اول شيء اطلع على السيمينج نفسه، اخذ سكوير ويف سورس، اذا بقدر اخذه من هون من السورسز. في هون سيجنال جنريتر، شوف اذا السيجنال جنريتر بنفعنا. سيجنال جنريتر راح ناخذ هاي سكوير ويف هرتز، الفريكونسي خلينا ناخذ الفريكونسي 50 هرتز. اذا هاي صار عندي سيجنال جنريتر، خلينا نتاكد انه هو فعلا سكوير ويف وايش شكله. كيف راح اشوفه؟ ايش بدي احط؟ حط سكوب، حط سكوب هون. ببساطه بس راح اخذ هذا دايركت، اوصله بهذا دايركت. ليش ما شبك معي؟ وبعدين بنعمل هون واحد، بعدين نعمل رن. ليش عمل هيك؟ الفريكونسي قديش؟ لا فريكونسي 50 هرتز مضبوط. الامبليتيود نعم كبرتين ولا مضبوط؟ الامبليتيود مضبوط. سكوير ويف فورم السيميليشن تايم امبليتيود يونتس سيميليشن تايم قصير. لا 10 اوكي. هي عندي سكوير ويف صحيح مش هيك؟ اذا انا عندي سكوير ويف الارتفاع تبعها هي عندي بلس 1 وماينس 1. الفريكونسي تبعتها المفروض تكون قديش؟ 50 هرتز. هي لاحظوا هون عندي هاي هيك وهيك. هلا هاي مشكلتها ما بتشبه السيجنال اللي اشتغلناها. ليش؟ بتعرفوا ليش؟ هون معمول هاي بادي هو بالزيرو. هلا هاي رح تصير كلها كوساينز، انا ما بدي اياها كوساينز، بدي اياها كلها ساينز، رح اضربها في ماينس واحد. فخلينا نضرب هون ناخذ جين كونتينيوس، رح اخذ كومنلي يوز بلوكس، ناخذ جين بس رح اضربها في ناقص واحد عشان بس يصير كله ساينز، تصير تشبه او هي تشبه الساين بس مش معكوسه، هي ساين بس كانها مضروبه في ماينس 1. فهيك هلا راح تصير. هلا حتى نعملها هون خليني اعمل هيك مضبوط. هلا هون بلشت معي هون هيك صارت زي الساين ويف فورم بلس ماينس. قديش ام هون؟ واحد. ام واحد. وعندي اتذكر هناك عندي 4 ام على باي، راح يكون عندي يعني 4 على باي مضروب في الويف فورمز المختلفة. إذا هلا راح نعمله، راح أجيب بلوك
من السيم باور سيستمز بحلل السيجنال هاي. رح ارجع هون على السيم باور سيستمز مره ثانيه، واظن هي في الميجرمنتس او في الادفانس اكسترا لايبرري. عندي هون ميجرمنتس فوريا، شايفينها؟ هذا اللوك اسمه فوريا، راح اخذه هلا هون، راح ادخل عليه السيجنال. هلا راح يعطيني ماجنتيود، راح يعطيني زاويه، زاويه الهارمونيك هذا بالنسبه للسيجنال الاصليه. متذكرين شفنا احنا الفيفث والسيفنث والثيرد شو كانوا بالنسبه لها؟ كانوا طالعين بنفس الزيرو كروسنج، الزاويه اذا كانت زيرو تبعتهم. هلا راح يبين معنا، راح ناخذهم، راح ندخل هون ونحط الزاوية هاي الفريكونسي 50، وبدي في الهارمونيك الأول اللي هو الفاندمنتال، يعني كأني N هون قديش؟ 1 N 1. وحتى أطلع القيم من هون راح أحط إشي اسمه display. شوف إذا موجود هون، موجود كمان سكوب، يعني هون ننزل هون بالسينكس display. display راح يعطيني رقم، يفرجيني الرقم، فراح أحط واحد منه هون، كمان هو نفسه راح انسخه واحط الثاني هون. حتى نرتب هاي راح اسميهم، هذا راح يكون ماجنيتيود. وهاي راح تكون انجل. هذا المفروض قديش يطلع معنا الاول؟ اللي هو هذا عباره، هذا راح يعطيني A1. رح تطلع واحد بس بايش مضروبه؟ في 4 على باي، فالمفروض تطلع 4 على باي مضروبه في واحد. خلينا نعمل ران ونشوف. حد يقسم 4 على باي؟ تقريبا 1.32 او اقل شيء 1.27. والزاويه تقريبا زيرو. هذا يمكن لو عملت رانينج لفتره اطول شوي يصير معي صح. خلينا نعمل هون رانينج ل 1 سكند ونعمل ران هون 1.27 وزاويه تقريبا زيرو. طيب ايش ممكن نحسب؟ بتحبوا نتاكد انه فيش عندي سكند هارمونيك؟ ايش لازم يكون السكند هارمونيك؟ A2 قديش؟ زيرو. اذا رح نيجي هون نغير ونفتش على السكند هارمونيك، فرح نغير هذا الهارمونيك من 1 ل 2 ونعمل هون ران. بعدين نعمل رن هون، قديش عم بيطلع معي؟ اذا بتطلع هون رح تشوف 3 تايمز 10 تو ذا ماينس 15، يعني تقريبا صفر. اذا فيش سكند هارمونيك. ورح نتاكد كمان من الرابع والسادس، مش هيك احنا طلع معنا؟ ايوه هذا طلع 5.26 تايمز اي تو ذا 10 تو ذا ماينس 16. الزاويه ما لهاش قيمه لانه اصلا الماجنتيود زيرو. خلينا نجرب ثلاثة، الثالث قديش لازم يكون؟ ثالث لازم يكون 4m على باي على 3، مش هيك؟ صح. 1 على 3 اللي هو 4 على باي في 4 على باي على 3. قديش بيطلع معك؟ 4 على باي على 3، 4 على 3 باي. لا 4 على 3 باي. 0.4244 مش هيك؟ نفس الرقم تقريبا اللي هون، والزاويه كمان زيرو. نتاكد من الخامس 0.254. الخامس اذا بيطلع 0.2546 او الزاويه كمان تقريبا ما هو واحد على ان، لانه كلهم بتناسبوا مع واحد على ان. هلا لو احنا بدنا نرد نبني السيجنال الاصليه شو بنقدر نعمل؟ بقدر اضرب هاي بساين بساين ويف، اعطيها زاويه زيرو، وبعدين ارد اجمعها مع اجمعهم مع بعض كلهم، لازم يطلعوا لي سكوير ويف الاصليه.